أولى فقراتنا رح تكون مخصصة للجانب الطبي، فرح نحكي عن موضوع دائما بنسأل عنه، أو حتى الأطباء دائما في استشارات عنه، وهن مرضى السكري أو القلب. هل يصح الصيام لهؤلاء المرضى؟ وكيف ممكن يتناولوا الأدوية وينظموا وقتهم بشهر رمضان؟ قبل ما نحكي مع ضيفنا الدكتور بالاستوديو، لكن بنروح أول شيء نشوف المرضى التالية بنرجع بنسأله عن التفاصيل. يشهد شهر رمضان حدوث تغييرات كبيرة في العادات ونمط الحياة والمعيشة، فتصبح الوجبات الرئيسية اثنتين بدل من ثلاثة، ويتغير محتواها أيضا من الأنواع الدسمة والعالية الدهون التي تعود عليها الكثيرون طوال السنة إلى وجبات خفيفة معظمها من السوائل، وتخضع ساعات النوم هي الأخرى لبعض التغيير، وكذلك ساعات العمل وطبيعته. ولكن هذه التغييرات تأثيرها الإيجابي على الصحة سواء للإنسان السليم أو المريض بأحد الأمراض المزمنة. وإجمالاً فإن جميع الأبحاث العلمية قد أثبتت أن الصوم يساعد على ثبات الصحة بتخليص الجسم من الدهنيات الزائدة وتخفيض معدل الكوليسترول الذي يعانون من ارتفاعه، وكذلك يخفض مستوى الأملاح في الدم. ومع حلول شهر الصوم من كل عام، يتساءل كثير من المصابين بأمراض مزمنة عما إذا كان بإمكانهم الصيام أم يجب عليهم الإفطار كجزء من علاجهم أو تخوفهم من إصاباتهم بمضاعفات مرضية قد تودي بحياتهم. ويأتي في مقدمة هؤلاء المرضى المصابون بداء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والفشل الكلوي وغيرهم. لنتعرف أكثر على هذا الموضوع معنا الدكتور حسن إبراهيم، اختصاصي في الأمراض الداخلية وأمراض القلب. زينب، مثل ما تابعنا بالتقرير أسئلة كثير واستشارات حول مرضى القلب والسكري، هل يمكن الصوم ومتى يمتنع مرضى القلب والسكري عن الصوم بشكل قطعي؟ هي الأسئلة رح يجاوبنا عنها دكتور حسن إبراهيم الأختصاصي بأمراض الداخلية وأمراض القلب. صباح الخير دكتور، نعاد عليك بكل صباحكم الخير. صباح الخير لكم ولكل بلدنا، وشان الله رمضان مبارك علينا وعليكم جميعا. رمضان كريم علينا وعلى كل السوريين. وعليك دكتور، يعني عم نحكي عن أهمية الصوم لمرضى السكري والقلب، السؤال الشائع جدا، فينا نصوم أو ما فينا نصوم؟ كيف نأخذ الأدوية؟ هل هناك جانب إيجابي من صوم مرضى السكري والقلب؟ في أشياء مهمة ممكن أنه تأثر بالصيام على هؤلاء المرضى؟ بشكل عام هو الصوم يعني صحة للجسد، في صحة وفي فوائد كبيرة للجسم. من خلال الصوم نحن بتتغير عادات الغذاء، بقل مقدار الأكل، لازم نحن نتجنب فيه الأطعمة ذات المهدرجة يلي فيها دسم ودهون عالية جدا، وبالتالي الصوم يساهم في إنقاص وزن الجسم وخاصة عند الناس البدينين، في إعادة برمجة الجسم بطريقة صحية جيدة، في محاولة التخلص من الدهون والدسم المكدسة ضمن الجسم، حتى في محاولة تقوية المناعة. وهذا موضوع يعني معقد، لكن لا شك أنه في عليه دراسات تثبت بأنه هو بيقوي المناعة وله فوائد صحية رائعة جداً. وبالمقابل وبنفس الوقت كمان الصوم يحمل فائدة كبيرة للمرضى المصابين بأمراض القلب والمرضى المصابين بالداء السكري، لأنه هو نوع من الحميات التي تحد دون ارتفاع سكر الدم. لكن هل كل المرضى اللي عندهم أمراض قلبية هن قادرين على الصوم؟ أكيد لا. هل كل المرضى المصابين بالداء السكري؟ أكيد لا. أول شيء خلينا نشوف مرضى السكري. كل مرضى السكري يلي عم يتناولوا أنسولين أو عم يتناولوا أدوية تخفض سكر الدم وخاصة مركبات السلفونيليوريا، هن هدول ممنوعين من الصوم. القاعدة أنهم ممنوعين من الصوم وما بيصير يصوموا، وذلك تجنبا لحدوث نوب نقص سكر أو فقد وعي، وخاصة بعد منتصف النهار. هلأ هدول المرضى كل واحد بده استشارة خاصة فيه.
إذا كان المريض مصر على الصيام وعنده داء سكري بشكل عام، كل المرضى اللي عم يتناولوا أكثر من جرعتين أنسولين ممنوع يصوموا قولا واحدا. نعم. اللي سكاكرهم غير مضبوطة وتتجاوز ال 300 ميلي جرام، أو في عندهم الداء السكري مثل اعتلال الشبكية السكري، اعتلال الكلية السكري، اعتلال الأعصاب السكري، هدول كل المرضى اللي عندهم داء سكري وعندهم اختلاطات بسبب الداء السكري هن ممنوعين من الصيام قولا واحدا، وخاصة اعتلال الكلية السكري اللي بتكون أرقام الكرياتينين عندهم مرتفعة، أو حتى لو كانت أرقام الكرياتينين طبيعية فهدول أصلا هن عندهم اعتلال كلية سكري والكلية ما عم تشتغل مزبوط. فنحن لما نحرمهم من السوائل مدة لا تقل عن 12 ل 14 أو 16 ساعة رح يصير عندهم تجفاف وتتأذى الكلية بشكل واضح. المرضى اللي هن سكاكرهم ما هي مضبوطة وغالبا يعني في ارتفاع وانخفاض أو مروا بحماض خلوني سكري خلال الشهرين السابقات، هدول هن المرضى ممنوعين من السكري. نعم. من هن المرضى السكري اللي ممكن يصوموا؟ كل مرضى السكري اللي هن تايب 2 أو النمط الثاني من الداء السكري اللي هن كبار بالعمر وما عندهم أي مشاكل وعم يتناولوا الأدوية المنظمة للسكر مثل الميتفورمين أو مثل الدي بي بي فور اللي هن السيتاغليبتين والفيلداغليبتين أو الإمباغليفلوزين، هن مجموعة تانية من الأدوية. هدول المرضى كلهم ممكن يصوموا بدون أي مشاكل بشرط ما يكونوا عم يتناولوا معها الأدوية سلفونيليوريا. هلأ لما يصر المريض، في ناس مصرين وعندهم قناعات معينة وهن بيحاولوا بدهم يعني يكسبوا هالشهر الفضيل ومصرين أن يصوموا، فلازم ما يصوموا إلا ما يستشيروا الطبيب. تمام. يمكن رح تتغير برنامج أعطاء الأدوية، رح يتغير نوعية الأكل، رح نعلمهم نحن شلون أنه يصوموا بطريقة معينة بحيث ما يفوتوا بنوب نقص سكر، ولما واحدهم يبلش يحس بأعراض فقد نقص سكر يعني يبلشوا إيديه يرجف ويصير عنده خفقان وطرقة قلبه وتعرق خفيف، لازم يفطر وما يكمل صيامه نهائيا. تمام. هلأ بنرجع للمرضى القلبيين. كل المرضى القلبيين يعني ممكن يصوموا باستثناء المرضى يلي عندهم أعراض أو المرضى يلي عندهم أزمات قلبية حادة. على سبيل المثال مرضى احتشاء العضلة القلبية، كل مريض احتشاء عضلة قلبية حادة أو خناق صدر غير مستقر هذا ممنوع من الصيام قولا واحدا. وإذا كان هو مرأ بأزمة قلبية حادة كاحتشاء العضلة القلبية على الأقل العضلة لحتى تترمم بدها وقت. فإذا كان المريض ما عنده آلام خناقية ومر لا يقل عن شهر أو شهرين على احتشاء العضلة القلبية، ممكن نحن نخليه يصوم بشرط أنه نكون نحن مقيمين حالته بشكل جيد. على سبيل المثال إذا كانت سواله قثرة قلبية وكان عنده تضيقات شديدة بالشرايين، حتى لو ما كان عنده أعراض نحن ما بنخليه يصوم، لأنه إذا في نقص سوائل وتجفاف شديد وفي عنده هو تضيقات ممكن لا قدر الله يصير خثار معه أو تأهب للخثار أكثر من اللازم. ولذلك المرضى اللي عندهم داء إكليلي أو احتشاءات وتضيقات بالشرايين هدول إذا كان نحن قررنا نخليهم يصوموا ممكن نميعهم دمهم بشكل أفضل، وهدول عادة ينصحوا بتناول كمية وافرة من السوائل. هلأ المرضى هدول إذا كان عندهم تضيقات شديدة حتى لو كانوا غير عرضين هن ممنوعين من الصيام حتى تنحل مشكلتهم. هلأ المرضى اللي هن أجروا على سبيل المثال توسيع للشرايين الإكليلية ونحط لهم شبكات، يفضل تجنب الصيام ولمدة لا تقل عن شهرين بعد أو ثلاثة شهور بعد عملية التوسيع. نحن بنخاف نتيجة نقص السوائل الكتير أنه يصير في عندهم خثار أو تأهب للخثار على الشبكات، أو أنه بدنا نميع دمهم مزبوط، أو يعني نحن دائما نضل في تحسب حفاظا على صحتهم. هلأ بشكل عام كل المرضى القلبيين الغير مستقرين أو اللي عندهم أعراض قلبية ممنوعين من الصيام قولا واحدا. فعلى سبيل المثال المرضى اللي مصابين بداء دسامي شديد، تضيق أبهري شديد أو تضيق تاجي شديد أو تضيق رئوي شديد أو قصور تاجي شديد أو قصور أبهري شديد، هدول المرضى إذا ما كانوا مستقرين وما عندهم أعراض، إذا كانوا غير مستقرين وعندهم أعراض هدول ممنوعين من الصيام قولا واحدا. المرضى اللي عندهم اعتلال عضلة قلبية توسعي شديد والوظيفة الانقباضية متدنية بشدة، وخاصة إذا كان في عندهم اضطرابات جهازية أخرى، هدول قولا واحدا ممنوعين من الصيام. طب مين هن المرضى اللي ممكن يصوموا؟
إن المرضى القلبيين اللي عندهم تضيقات خفيفة، المرضى اللي مستقرين ما عندهم أي أعراض، المرضى اللي أجري لهم توسيع ومر عليهم أكثر من 3-4-5 شهور وما عندهم أعراض ووضعهم ممتاز، ممكن يتقيموا. وأنا برأيي كل مريض هو بده يفكر يصوم المفروض ما يصوم إلا لحتى يستشير طبيبه. الصيام أحيانا قد يحمل خطر على صحة المريض. نعم، ودورنا كمان ننبه بنفس الوقت دكتور على مخاطر عدم استشارة الطبيب أو حتى التصرف بعشوائية. بعض الأخطاء الشائعة اللي بتشوفها كتير موجودة ومنتشرة خلال شهر رمضان الكريم، وخاصة لبعض الناس ممكن يلي بتكتر فيها المأكولات بدل ما تخف، لمرضى القلب والسكري. لا شك أنه مع الصيام لهدول المرضى سواء مرضى السكري أو مرضى القلب يجب توجيههم أو استشارة طبيبهم لحتى يقدر يساعدهم في أنه كيف يأكلوا وكيف ممكن يتناولوا وجباتهم. مو معقول أبداً أنه مريض السكري أول ما يقعد على الفطور يتناول كمية كبيرة من العصائر وكمية كبيرة من الحلويات، وهاللي راح تخلي له سكره يطير بشكل كبير جداً. هدول لهم توصيات خاصة، المفروض المريض يرتاح، يشرب له كاسة مي، ياكل له شيء 3 حبات تمر بس لحتى يبلش السكر يطلع شوي شوي. مسموح له بالتمر دكتور مريض السكري؟ طبعا طبعا. بالعكس، نحن أسوأ شيء بالنسبة لمرضى السكري هي الحلويات اللي موجودة بالأسواق اللي فيها حلويات عالية وفيها دهون ودسم وزيوت مهدرجة. أما وممكن يتناول وجبة صغيرة بعدين يروح يرتاح شوي، يرجع بعدين يأكل وجبته الأساسية بشكل تدريجي، وممكن هدول نسوي لهم أكثر من وجبة مثلا من خلال بين الفطور والسحور. يعني ممنوع ناكل دغري وجبة كبيرة أو دغري وجبة سكر بكميات أكيد رح تساوي خطر كبير. بعدين حتى هالوجبة الكبيرة رح تعملنا ارتفاع شديد في سكر الدم غير ممكن ضبطه. وحتى هدول يعني لحتى نضبطهم هدول بدهم توصية معينة كيف بدهم ينضبطوا بالأنسولين السريع قبل الوجبة إذا كانوا عم ياخذوا أنسولين. أنا قلت فقرة يعني كتير مهمة، كل مرضى السكري اللي عم يتناول أنسولين القاعدة هن ممنوعين من الصيام، وإذا قرروا الصيام فلازم نحن نشوف، لازم هن يشوفوا طبيبهم لحتى يفهمهم شلون ياخذوا الأنسولين وشلون ياخذوا أو شلون يقدروا يصوموا أو شلون بدهم يتناولوا وجباتهم. هلا حتى الوجبة الدسمة والكبيرة هي عبء كبير على العضلة القلبية. المريض اللي عنده قصور قلب أو اللي عنده خناق غير مستقر، وخاصة إذا كانت الوجبة عالية الدهون والدسم والزفر، لا شك أنه تحمل مخاطر كبيرة على المرضى القلبيين. ولذلك هدول يجب أن ينصحوا بالتدرج بالوجبات، وتكون الوجبات صغيرة وممكن تكون متعددة لحتى يقدر الإنسان يتأقلم معها بشكل جيد. نعم دكتور. طيب المرضى اللي عم يتناولوا أدوية، يعني معروف مرضى السكري والقلب عندهم أدوية معينة، إذا بحال صاموا كيف ممكن يتناول الأدوية ينظموها؟ المرضى يلي عندهم أمراض قلبية أو عندهم داء سكري وفي عندهم تعدد في جرعات الأدوية، هدول ممنوعين من الصيام. ما بيصير يصوموا لأنه هذا المريض لازم يأخذ دواء، وإذا ما أخذ دواء يعني ممكن نحن يصير عندنا مشكلة معينة صحية. لكن بشكل عام كل المرضى المستقرين نحن ممكن نبدل لهم أدويتهم أثناء الصيام بأدوية مشابهة تماما، بحيث هالأدوية تقدر تغطينا ال 24 ساعة، خاصة مرضى الضغط على سبيل المثال. في أنا ممكن أعالجه للمريض بدواء ضغط يعني لازم ياخده على عدة جرعات في اليوم، أنا بحاول أتجنب هالأدوية هي وأقدر أنه أقلب له دواء على سبيل المثال لدواء بيقدر ياخده جرعة واحدة قبل الفطور مثلا مساء، بحيث هالجرعة هي تغطي ال 24 ساعة. إذن إعادة برمجة الأدوية وجرعات الأدوية تحتاج إلى نظام معين أثناء الصيام، بحيث نحن نتناول الأدوية التي ممكن تناولها بطريقة جرعة واحدة يوميا، وتجنب الأدوية التي يمكن أعطائها في عدة جرعات. هلأ في مرضى بيتناولوا أدوية معينة، هدول المفروض يعني ما يصوموا، خاصة اللي عم ياخذوا كميات كبيرة من المدرات وعم يتعرضوا للتجفاف، هدول ما بيصير يصوموا. في أدوية ضرورية جدا لازم تنعطى خلال ال 24 ساعة وبشكل منتظم، هدول المرضى يمكن تجنب الصيام أو الأفضل تجنب الصيام عندهم. على كل الأحوال كل المرضى يعني عم يتناولوا أكثر من دواء أو أكثر من دوايين، في مرضى بياخذوا مثلا 6 أو 7 أو 8 أدوية، هدول المرضى لازم تتبرمج أدويتهم على الفطور وعلى السحور. اللي عم ياخذوا جرعتين ممكن ياخذوه على الإفطار وعلى السحور. المرضى يلي عم ياخذوا جرعة واحدة ممكن تتبرمج مثلا المساء. المرضى يلي بياخذوا أكثر من 3 جرعات من دواء معين يفضل استبدال هالدواء بدواء وحيد
ممكن ينعطى خلال جرعة واحدة، بحيث هالجرعة هي تغطي لي مدة ال 24 ساعة. نعم. دكتور، بالنسبة لهدول المرضى اللي عندهم حالات خاصة ورفضت حضرتك وكثير من الأطباء الصيام نتيجة الخطر على صحتهم، في حال إصرارهم وقاموا بالصيام، خلينا نعرف شو الخطورة يلي ممكن تصير معهم؟ بشكل عام مرضى خناق الصدر غير المستقر، والمرضى اللي عندهم أزمات قلبية حادة، والمرضى اللي عرضيين ممكن تتفاقم الأزمات القلبية عندهم، ممكن يتعرضوا أكثر شيء لاحتشاء عضلة قلبية. المرضى اللي عندهم على سبيل المثال تضيقات في الشرايين السباتية اللي هي عم تروي الدماغ، وكان التضيق شديد، وهدول عم يتعرضوا لتجفاف ونقص كمية الوارد من السوائل، ممكن يتعرضوا لفالج أو لستروك أو لاحتشاء دماغي. المرضى اللي هن سكاكرهم ما هي مزبوطة وعم ياخذوا جرعات عالية من الأنسولين، هدول المرضى لهم أصلا طريقة حياة معينة، طريقة برنامج معين، خاصة المرضى اللي عم ياخذوا أكثر من جرعتين أنسولين. هذا المريض يعني وقت نحن بده يصوم وهو عم ياخذ أنسولين، وخاصة كمية الأنسولين أو جرعة الأنسولين عالية، والأنسولين عم يأثر على مدار ال 24 ساعة، هدول ممكن يفوتوا بنوب نقص سكر، وممكن يتعرضوا للحياة فقد الحياة، يعني هدول ممكن يموتوا بنوبة نقص السكر. نوبة نقص السكر أحيانا تحمل خطورة كبيرة على حياة الإنسان، فهدول المفروض ما يصوموا قولا واحدا، وإذا هن بدهم يصوموا يعود الأمر أو يعني لقرار الطبيب، وإذا الطبيب قرر أنه هن ما يصوموا المفروض ما يعاندوا أبدا. أنا بعرف أنه طالما رب العالمين رخص للإنسان أنه هو ما يصوم، ليس على المريض حرج، وهو عنده مشاكل قلبية أو مشاكل يعني داء سكري مثلا غير مضبوط، وربنا أحله أنه يفطر، فهو ليش لحتى يكابر ويعاند؟ بالعكس، هذا الإنسان لما يلقي بنفسه إلى التهلكة هو يؤثم ولا يؤجر، هو عليه وزر، ورب العالمين يعني بده يحاسبه على معاندته للطبيب. فهو رب العالمين مو بحاجة لصيام أي إنسان منا، نحن إذا رب العالمين فرض الصيام إلنا لحتى نحن نستفيد منه كواجب صحي، ويمكن يكون في جانب روحي كمان أو جانب تربوي وأخلاقي، يعني الإنسان لما يصوم لا شك أنه هو عم يعرض نفسه للحياة الخشنة، لنمط معين من لحتى يتعود على يعني معاركة الصعاب. لكن لما الصيام يحمل خطر على الإنسان وهو بيكابر وبيعاند وبيصوم، فهو مخالف للأوامر رب العالمين ومخالف للسنة النبوية، وهو عم يلقي بنفسه إلى التهلكة، وهذا أنا يعني في تصوري يعني عليه وزر ولا يثاب على الصيام. نعم، خلينا نحكي عن أبرز الأخطاء الشائعة عند مرضى السكري والقلب وخاصة بفترة الصيام كمان، خلينا نردد نشدد عليها، لأنه دائما بيقولوا لك يلا بناكل قطعة حلو بناخد بعدها حبة، بناكل مثلا كذا، فدائما في عندهم استثناءات، فخبرنا بالصيام بشكل عام، السكر يضبط لحالته المستقرة ولا إذا كتير زادوا بالنظام الغذائي ممكن يرجع يصير في مشكلة؟ هو المشكلة يعني إنه الحبوب ما أنت فيك تتحكمي فيها لتضبطي السكاكر بشكل جيد. كل الاختلاطات اللي ناتجة عن الداء السكري لها علاقة بعيار السكر بعد الوجبة، يعني لما يكون سكر بعد الوجبة بساعتين غير مضبوط وعالي جداً، هذا هو اللي بيساوي لنا اختلاطات، هذا هو اللي بيأثر على الأعصاب وبيأثر على الشرايين وبيأثر على الكلية وبيأثر على الجسم كله. لا شك أنه السكري هو مرض جهازي يؤثر على كل الجسم، فهي الاختلاطات تزداد بعدم ضبط السكر بعد الوجبة. أنا أتمنى يكون أنه في حبة سكر نقدر ناخدها بحيث مثلا تحرق لي كمية السكر يلي بعد الوجبة. كل خافضات السكر الفموية باستثناء الأدوية اللي عم تنظم السكر اللي أنا استثنيتهم قبل شوية، هدول المرضى بيقدروا يصوموا، اللي عم ياخذوا مثلا على سبيل المثال الاس جي ال بي 1 او الدي بي بي 4 او مركبات الميتفورمين، هدول الأدوية هن مجموعة كبيرة من الأدوية، وهي ما بتفوت المريض بنوب نقص السكر. هلا المشكلة وين؟ بالأدوية الخافضة للسكر اللي بتحرض البنكرياس على افراز الانسولين، اللي هي مركبات السيلفينيل يوريا على سبيل المثال.
هدول يعني نحن ما بنقدر نعطي انا بدي اكل 10 قطع حلو، بدي اخذ لهم حبتين سكر لحتى ينزلوا لي اياهم، بقدر ما بيزبط هذا ابدا. ولذلك هذا خطا شائع انه انا باخذ والله حبتين سكر مشان اكل حلو. تمام. هلا ممكن هالشيء يزبط اكثر بالانسولين. كيف عمل هي الحبوب دكتور؟ خلينا بس نوضح كيف اليه عمل هي الحبوب. اولا يعني كل الخافضات السكر الفمويه هي ما بتاثر تاثير اني يعني بمده قصيره مثلا ساعتين او ثلاثه اربعه، هي بتاثر على مدى اقل شيء 8 ساعات ل 24 ساعه. تمام. وبالتالي هالانسان يعني ما بيقدر اذا اكل وجبه كبيره او قطعه او كميه كبيره من الحلو رح يرتفع سكره بشكل جنوني، والحبه والحبتين غير قادرات على خفض او ضبط السكر هذا بشكل جيد. هلا هذا ممكن يصير على سبيل المثال بالانسولين، اذا مريض السكر اجى على باله بدي اكل حلو، دائما كل شيء ممنوع مرغوب. هلا ممكن انا اسمح له، اول شيء في نوع من الحلو يلي بالاسبرتام، لكن لا شك انه هذا غالي جدا فما رح يقدروا المرضى اصلا يشتروه، يمكن هدول رفعوا للسكر بيكون اقل عاده. فانا اذا بدي هو مصر انه ياكل حلو، ممكن انا اعطيه الانسولين السريع يلي هو على سبيل المثال الاكترابيد او الهيمولين ار. وهدول اصلا هو تاثيره هذا للانسولين هذا ما بياثر لبعد ساعه لساعتين حتى يبلش يخفض السكر بشكل جيد. نعم. فممكن انا اعطي الى حد ما. هلا في لا شك انه في انواع معينه من المشابهات الانسولين يعني مثل النوفو ربد على سبيل المثال، هذا بقدر انا اعطيه الجرعه وخليه ياكل الحلو راسا بعدها، وهذا يعني ذروه تاثير الانسولين هذا يعني خلال نص ساعه لساعه، وبالتالي ممكن انا اسمح له للمريض ياكل، لكن ضمن يعني هو المريض بده يكون متفهم لمرضه ولاليه عمل كل دواء لحتى يقدر يضبط سكره بشكل جيد. فهو جاي على باله ياكل حلو، بيقدر ياخذ جرعه النوفو ربد اللي هو قليل ببلدنا ما في منه كثير، ويقدر ياكل بعدها دغري قطعه الحلو بحيث تتناسب وانا بدي اضبط له سكره. بعدين بشكل عام كل مرضى السكري يلي انا بدي اخليهم يصوموا لازم انا ادربهم انه هن يساووا عيار السكر اكثر من 3-4 مرات باليوم، يعني مثلا لازم يعملوا على سبيل المثال بجوز الصبح يكون مثلا ضمن الحدود الطبيعيه. المريض السكري اذا كان سكره بحدود ال 100-110 عند الساعه 10 الصبح هذا بده يفوت بنوبه نقص السكر بعد الظهر، ولذلك انا لازم افهمه انه ما لازم يكمل صيامه. بعدين المريض اذا كان هو عنده سكري واخذ جرعته الدواء بالشكل اللي خبروا عليه الطبيب، لم غالبا مفعول الدواء ومركبات السلفونيليوريا واللي لها مده طويله فهي رح تاثر على مدى 24 ساعه، فرح يكون لها تاثير بعد الساعه 3 والساعه 4 مساء، وبالتالي هدول معرضين انه هن يفوتوا بنوبه نقص السكر. هدول انا لازم ادربهم يساوي في تحديد السكر بعد الظهر والمساء وقبل الفطور، واذا كان قبل الفطور بقينا الفطور ساعه وهو بلش يحس بنوبه نقص السكر لازم يفطر. تمام. ما اخليه يكمل صيامه ابدا. فهدول لازم هن يتدربوا انه يساوي يعني اكثر من مره بالنهار الدوريه، ولازم انا اختار لهم الادويه معينه بحيث تنزل لي سكر بعد الوجبه سواء كان خافضات فمويه، ولازم انا اذا كانوا عم ياخذوا انسولين وانا بتاكد على كلمه انه كل المرضى اللي عم ياخذوا انسولين القاعده ممنوعين من الصيام، القاعده ممنوعين من الصيام. اذا اصروا على الصيام وكانت سكاكرهم مضبوطه وهن مستقرين فهن بدهم تدريب معين وبرنامج معين لحتى يقدروا يصوموا، وفي حال انه صار عندهم اي مشكله لازم يفطروا راسا. نعم. كثير منيح دكتور انه نحن لازم نشدد دائما على مرضى السكر والقلب الممنوعين من الصيام، انه نحن لازم نتقيد بارشادات الطبيب، المراقبه الدوريه لوضعنا الصحي في حال مثل ما قال الدكتور اصروا على الصيام. بالنسبه لمرضى القلب والسكري الفئه اللي متاح الى الصيام وبامكانها تصوم وهي ما أنا بخطر ابدا، قد ايه بتشوف انه يمكن اسلوب الحياه هذا خلال شهر رمضان الكريم ممكن يرجع لهم بنتائج ايجابيه على صحتهم وجسمهم على المدى البعيد غير بأوقات شهر رمضان الكريم؟ هلا عموما الصيام في فائدة حتى لبعض المرضى القلبيين ومرضى السكري. تمام. لا شك انه يعني الاقلال من الملح دائما هي المشاكل تجي اصلا من وراء الاكل، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، المشاكل تجي من الاكل اكثر من عدم الاكل. فلازم نحن اذا كان عندنا مشكلة معينة قلبية او سكري انا بقدر اصوم لحتى احسن هالمشكله ولحتى اتحسن وتتحسن اعراضي واطيب يعني بشكل جيد من هالمرض. لا شك انه بعض المرضى
اللي عندهم امراض قلبيه لما يصوموا هن بيرتاحوا وبيتحسنوا اكثر. انا ما لازم اهمل هالشغله، لكن ابدا انا ما لازم اعاند في انه اصوم اذا كان عندي مشكله قلبيه او داء سكري غير مضبوط، ابدا لازم ما اعاند فيه نهائيا. نعم، طيب شو بتحب توجه اليوم نصائح لكل حدا مثلا مريض سكري او مريض قلب حابب يصوم او مكمل بالصيام؟ هي مرق اول تقريبا كم يوم من رمضان، اول اسبوع خلينا نقول، وهلا بدهم يكملوا للنص الثاني من شهر رمضان، فخبرهم هيك نصائح عامه، وخاصه عاداتنا نحن السوريه بالمجتمع انه دائما بعد وجبه الفطور الدسمه دائما في وجبه حلو، في شاي، في هدول المشروبات اللي قلنا عليهم اللي هن مليانين على سكاكر مثل ما بتقول، فخبرهم كيف فيهم كمان يضبطوا حالهم عن هي الاكلات. اولا بشكل عام نصيحتي لكل المرضى اللي هن غير مستقرين او غير يعني مضبوطين بشكل جيد من ناحيه الاعراض القلبيه والسكري بعدم الصيام نهائيا. الشغله الثانيه، المرضى القلبيين ومرضى السكري اللي هن لازم يصوموا، لازم انا الطعيمه يلي ممكن تكون مفيده لهم، يلي فيها على سبيل المثال كميه بروتين جيده وما تكون يعني سكاكر سهله وبسيطه وترفع لي السكر بشكل كبير. يحاولوا قدر المستطاع يعني يركزوا على الاطعمه يلي ممكن تعطيهم مخزون للبروتين وللسكر بشكل مستمر ومضبوط خلال ال 24 ساعه. يعني أنا بنصحهم على سبيل المثال بكل أنواع السلطات والخضار والحبوب الكاملة، البقوليات، الفول والحمص والعدس، هدول كتير مفيدين. اللحوم البيضاء لا شك أنه لها فائدة كبيرة، حتى اللحم الأحمر ما في أي مشكلة. دائما الطعام يجب أن يكون بشكل معتدل، دائما يجب تجنب الوجبات الكبيرة، دائما يعني حاولوا ما يصوموا إلا لحتى يسألوا طبيبهم عن أي جزئية ممكن هن تفيدهم وعن أي جزئية ممكن توقعهم في مشكلة أو في كم أو في خطر على حياتهم. ولذلك يعني هي معظم التوصيات. يفضل دائما تجنب الأدوية اللي فيها حريرات عالية، اللي فيها دهون ودسم بكميات كبيرة جدا، العصائر اللي مليانة على سبيل المثال سكاكر، وخاصة الكولا والتمر الهندي وهدول القصص والسوس يلي هلا في ناس مدمنين على السوس برمضان. لا شك انه السوس له سيئتين كتار، انه ممكن ياهب لرفع الضغط وممكن ينقص لي البوتاسيوم بالجسم اذا كل يوم سوس، فهذا رح ينقص البوتاسيوم. المرضى اللي بيصير عندهم نوب نقص بوتاسيوم او نقص بوتاسيوم بيصيروا غير قادرين، حتى احيانا واحدهم ما عاد يصير عنده قوه عضليه، اذا بده يقعد ما عاد يقدر يوقف اذا كان يعني في ادمان شديد على السوس. هو ما هو ممنوع السوس ابدا، التمر الهندي ما هو ممنوع، لكن يجب ان نكون معتدلين في كل شيء. تمام. نعم. كل الشكر لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وبنتمنى الصحه والسلامه للجميع، وبنرجع وبنركز دائما سماع نصيحه الطبيب والاستشاره الدوريه دائما. شكرا لك دكتور. شكرا كثير لكم، وان شاء الله رمضان مبارك علينا وعليكم.